صباح الخير لك ست لارا ولكل مشاهدي قناة الجديدة. أهلا وسهلا فيك معنا. إذا حضر لبنان بكل ملفاته في الإليزي، قبل التطرق إلى ملف الرئاسة، ملف النزوح وأيضا ملف الجيش، كان لافتا تحذير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان من ضربة إسرائيلية أو رد إسرائيلي على وقوع إصابات في الجيش الإسرائيلي نتيجة الضربة التي قام بها والقصف، قصف الحزب لعرب العرامشة. أيضا جاء تقرير فرانس بريس الذي أكد أن خيار الأكثر واقعية هو حرب مفتوحة تشنها إسرائيل على حزب الله في لبنان. ماذا في المعلومات؟ الخوف الفرنسي كان من أول يوم من بعد 7 أكتوبر أنه إسرائيل تحاول تعتدي على لبنان ولبنان يفوت بحرب مع إسرائيل، وتحديدا بالحزب، يعني يفوت بحرب مع إسرائيل. وهذا الخوف الفرنسي كذا مرة على لسان الرئيس ماكرون شخصيا، يعني ما عم نحكي عن بيان صحفي وتحليل، لا، الرئيس ماكرون طلع بأكثر من مناسبة وقال إنه بدي عم حاول أحمي لبنان بكل الوسائل المتاحة. هلا الشيء اللي لافت كان أول شيء استقباله للرئيس مئاتي أكثر من 3 ساعات، حوالي 3 ساعات ونص كان موجود الرئيس مئاتي بالإليزي، إضافة في الجانب منه حوالي 2 ساعة وشوي كان في قائد الجيش العماد جوزيف عون كمان كان متواجد بالاجتماع اللي صار بالإليزي، إضافة إلى تقريبا كل المستشارين تبع الرئيس ماكرون بالملف اللبناني والشرق الأوسط. نعم، في خوف فرنسي أنه إسرائيل تقوم بعمل عسكري ما ضربة أو حرب للبنان، وهذا الشيء قال اكثر من مره على يعني على لسان الرئيس ماكرون، ما عم نحكي لا وزير خارجي ولا تقرير صحافي ولا معلومات. هلا في تسرب معلومات او حكى بالبيان الرسمي عن الإليزي انه مثلا تسريع بانتخاب رئيس جمهوريه، يعني كلنا بنعرف انه مش لا يتم انتخاب رئيس جمهوريه بين الرئيس ماكرون والرئيس مئاتي إذا اجتمعوا تنحل قصة الرئاسة، قصة الرئاسة مرحلة إلى ما بعد غزة والحل اللي بده يصير بالمنطقة إذا صار في حل، يعني نطول قصة الرئاسة. ووجود قائد الجيش في لموضوع عسكري وأمني، يعني المخاوف أمنية وعسكرية على الجيش نفسه ولمساعدة الجيش، لأنه كمان هلأ الجيش فيه أسوأ وضع موجود فيه اقتصادي ومالي من لما بلشت الأزمة المالية بلبنان. كمان هيدا الشيء كله بيأشر أنه ما في انتخاب رئيس جمهورية قريبا، والموضوع فقط وفقط كان الهاجس الأكبر هو الحرب الإسرائيلية على لبنان ودخول لبنان بشكل واسع في هذه الحرب. نحن بحالة حرب حاليا، لبنان بحالة حرب، ولكن ليس من باب الواسع والعريض، والخوف أنه تتمدد هذه الحرب وإسرائيل تاخذ أي حجة وتعتدي وتفتح حرب مفتوحة على لبنان. أيضا رح نرجع لموضوع الجيش، ولكن خلينا بالملف الرئاسي. هل صحيح أن الفرنسيين إلى جانب طبعا القطريين يرون أن أحد الخيارات هو التحضير لمؤتمر حوار سوف يعقد خارج لبنان على غرار مؤتمر الدوحة عام 2008؟ الفرنسيين والرئيس ماكرون تحديدا عنده هاجس قصة مؤتمر بالنسبة للبنان، ويوم بقول بدي زيح الطبقة السياسية كلها بيرجع بيتراجع وبيتعاون مع هاي الطبقة السياسية. حاليا كل شيء مرحل إلى ما، يعني قصة أنه مؤتمر مشان لبنان لا يبحث مع قائد الجيش ورئيس مئاتي، في الأطراف الثانية اللي موجودة على الأرض واللي هي فعلي أكثر، يعني الرئيس مئاتي ما عندوش نائب حتى يمكن مجلس النواب، فالأطراف الثانية اللي بتقرر زعماء الأحزاب يعني وتحط هي اللي ما يبحث الموضوع وليس مع الرئيس نجيب ميقاتي. يعني اليوم رئيس مئاتي هو حكومة تصريف أعمال لا أكثر ولا أقل. هلا أكيد صار في استعراض وعرادة واستقبلوه طبل وزمر وحرس جمهوري بالإليزي، هذا البروتوكول يعني اللي بيصير عادة. تفضل. في كمان حتى معلومات، يعني انا سالت احد الدبلوماسيين مصدر دبلوماسي خبرني انه الموضوع تركز اكثر شيء بالاجتماع على الموضوع الجبهه الجنوبيه
والحرب الدائرة حاليا، الميني حرب الدائرة حاليا بين إسرائيل والحزب على الجبهة الجنوبية بلبنان. بعد المطلب الإسرائيلي حتى اليوم أنه الحزب ينسحب 10-15 كيلومتر إلى ما وراء، يعني اللي يوصل لليطاني تقريبا بدهم 10-15 كيلومتر ينسحب الحزب على الحدود الجنوبية، وهذا الشيء صار أصبح واضح ويسرب يعني بكل وسائل الإعلام. هلا بالنسبة كمان كان بعض المقالات أنه بتقول فرنسا تهدد لبنان، يعني فرنسا تنقل في علبة بريد تنقل بين الإسرائيليين واللبنانيين، بين الإسرائيليين والحزب، بيتبادلوا رسائل عبر الفرنسيين. لذلك يعني هاي كل المقالات اللي فرنسا تهدد، هذا الشيء منه كتير واقعي وتجني حتى يعني على الموضوع الفرنسي. فرنسا عم تحاول تحمي لبنان قد ما بتقدر، ويعني هلا بعدين في فرنسا وفي إسرائيل، انه من تفضل فرنسا الجواب معروف، ولكن تحاول حماية لبنان قدر الإمكان. طيب لنرجع لموضوع الجيش، هل صحيح أنه هناك توجه إلى تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فرنسية إيطالية لدراسة حاجات الجيش؟ في اجتمع قائد الجيش مع رئيس الأركان الجيوش الفرنسية وما يوازي كمان قائد الجيش الإيطالي رئيس الأركان الإيطالي، وحطوا شو المطلوب منشان مساعدة الجيش، يعني بلشوا حتى من علب الأكل اللي للجيش، للطلقات، لكل الأنواع الأسلحة الخفيفة، ما عم نحكي عن سلاح تهيل ولا صواريخ ولا طائرات، ولكن يخلوها المؤسسة اللي هي آخر مؤسسة لحد اليوم موجودة، يخلوها تقدر تقوم بعملها بأقل، يعني بالمينيموم أنه تقدر تقوم بالأشياء المطلوب منها مينيموم بظل الوضع الموجود فيه، الانهيار الموجود بكل المؤسسات في لبنان. ولكن أي هذا الشيء موجود، ومساعدة الجيش مطلب عربي وأوروبي وأمريكي. نعم، بموضوع أيضا النزوح السوري في لبنان، هل صحيح كما جاء في الأنباء الكويتية عن وجود بوادر تفاهم أوروبية لهذه القضية؟ كلنا بنعرف أنه كان في رفض أوروبي يشكل عقبة أمام رجوعا إلى بلدهم. عودة النازحين السوريين ليست فقط العقبة أمامها، هي الرفض الأوروبي. في طرف بده لبنان يحكي مع النظام بسوريا، مع الرئيس بشار الأسد، لأنه العودة لا تتم من طرف واحد، يعني ما فينا ناخذ السوريين ونحطهم على حدود نقولهم فوتوا، بده يكون في حكي بين اللبنانيين والسوريين. يعني حتى فرنسا مثلا اليوم في كتير جنسيات ما عم تقدر ترحلها لأنه ما في علاقات بين فرنسا وهي الدول، بيكونوا قاعدين بفرنسا بلا أوراق وبيقوموا بكل اللي بيخطر على بالك في من مخالفات للقانون وجرائم، ولكن لا تستطيع ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية لأنه ما في علاقات. وطالما ما في علاقات بين العلاقات، يعني مش بس أنه بيتصل رئيس الوزراء برئيس الوزراء وبيطلع وزير داخلي، بده هذا الملف يحط على الطاولة ويبحث ويتم فيه. السوريين بدهم مساعدة ليقدروا يستقبلوا النازحين تبعولهم كمان، يعني هذا حجة النظام بسوريا، ويمكن هي مقبولة، ما بعرف، ماني هون لأشوف إذا مقبولة ولا منا مقبولة، ولكن في مشكلة، هاي المشكلة تحل بين لبنان وسوريا والداعمين الدوليين اللي بدهم يرجعوا يعمروا إعادة أعمار سوريا، بدهم ينوجد أماكن لهالناس تسكن فيها. فإذا إذا ما لم يتم التعاطي مع النظام بسوريا لحل هذا الملف، ما له حل الملف، حتى لو كل الدنيا قالت لازم يرجعوا ما بيقدروا يرجعوا إذا لبنان ما حط هذا الملف بشكل رسمي وتعاطى فيه مع السوريين لحل. نعم، سؤال أخير أستاذ تمام، ماذا عن لقاء لودريان مع هوكشتاين والأفكار اللي طرحها هوكشتاين حول الحدود اللبنانية والمبادرة الفرنسية؟ المبادرة الفرنسية هي رجعت جربوا عملوا لها أبديت، هلا سموها مبادرة، يعني حتى طلعت على لسان الرئيس ماكرون إنه المبادرة الفرنسية للجنوب، هي من ضمن هذا الباكج اللي عم بينحكى فيه. أول شيء يتم انسحاب، على ما بعرف بيصير أو ما بيصير، هذا شيء بتقرره المقاومة، أنه انسحاب الحزب 10-15 كيلومتر، بيبطل الطيران الإسرائيلي حل فوق يخرق الأجواء اللبنانية، وبعدها بيكملوا بموضوع الحدود وتحديد، يعني مش تحديد الحدود، هي محددة معروفة وين الحدود، ولكن رسمها وتطبيقها على على على, على الأرض. وهذا الشيء ما بعرف إذا بيصير، لأنه ما بعرف إذا واحد ساكن بعيد الشعب مثلا منتسب للحزب بنقول له روح نقول عود بصيدا مثلا او عود بعد الليطاني، هذا الشيء بعتقد صعب تطبيقه، والكل ينتظر ماذا بعد موضوع غزه وشو راح يصير بعدين.
شكرا لك الصحفي تمام نور الدين، كنت معنا مباشرة من باريس. مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل ونرجع للحدث وزميلي جوزيفين ديب.